مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم معانا مائدة بأطباق يمنية، حضرنا بعضها في وصفات سابقة، واليوم بنحضر مع بعض الفحسة اليمنية والرشوش اليمني، ولكن بطريقة تختلف عن المحضرة مسبقا. أولا نأخذ ملعقتين من الحلبة وننقعها بالماء لمدة ساعتين. في هذه الأثناء أقوم بتحضير مرق اللحم، وحضرته مسبقا بوصفة على القناة، ممكن الرجوع لها. والآن بشكل سريع حطيت الزيت والبصل لحد ما يتحمر شوية، حطيت كيلو من لحم الغنم مقطع إلى قطع مع العظم، وأقلبهم قليلا ثم أبهر بالبهارات الملح، وأقلب قليلا وأضيف عليهم التومة المفرومة والماء المغلي، وأخلط قليلا ثم أغطيهم لمدة نصف ساعة. بعد مرور حوالي 40 دقيقة فتحت على المرق وأضفت الخضروات، أضيفوا اللي تحبوا، أضفت البطاط والجزر والطماطم المقطع مكعبات، ومن ثم أتركه لمدة ساعة حتى ينضج معانا اللحم. في هذه الأثناء أقوم بتجهيز خبز الرشوش، وذلك بخلط الدقيق مع الملح وإضافة الماء تدريجيا. دائما يأخذ معي باختلاف أنواع الطحين، يعني عليكم أنكم تنتبهوا بهذه الخطوة، لأنه بعض أحيان يأخذ كوب ونصف، وبعض أحيانا يأخذ كوب وربع من الماء زي ما حصل معي هنا، لأني أضيف بالتدريج لحد ما أحصل على عجينة متماسكة، وأضعها ترتاح لمدة 10 دقائق، ومن ثم أقسمها إلى قطعتين وأغطي عليهم لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة أخذ القطعة الأولى، وهنا الاختلاف. الطريقة الأولى لخبز الرشوش اليمني في الفيديو المحضر مسبقا الموجود على القناة، نحن ورقنا خبز الرشوش بالزبدة، لكن في بهذه المرة ورقت الخبز بسمن القمرية، وهنا الفرق إنه أعطاني نتيجة حلوة، وصراحة بتكون من الآن معتمدة عندي. أقوم بطوي العجينة كما موضح بالفيديو، وواصل مع القطعة الأخرى من العجين وأتركهم يرتاحوا. مهم جدا يا جماعة إنه نحط العجين يرتاح حوالي نصف ساعة، ومن ثم نفرده ونقوم بإدخاله الفرن.
في هذه الأثناء، أثناء ما ترتاح معنا العجينة، أقوم بتجهيز السحابق الخضراء، أحط كل المكونات مع بعض في الخلاط الكهربائي، كل شيء بيكون مكتوب بالتفصيل في صندوق الوصف، أحط شوية من الماء وأبدأ بتشغيل الخلاط. أقوم بتصفية الحلبة من الماء باستخدام المضرب الكهربائي اليدوي، أقوم بخفقها ومن ثم أضيف عليها السحابق الخضراء المحضرة مسبقا وعصرة ليمون. والآن أقوم بتجهيز الفحص اليمنية بالمقلاة أو الحرطة على النار حتى يتزيد، وبصل مقطع مكعبات مع فلفل أخضر حار حسب الرغبة، وقلب قليلا لحد ما يبدأ بالإحمرار. أحط الثوم المفروم. أضيف الكوسة المقطعة مكعبات والطماطم أيضا مقطعة مكعبات مع البامية وأقلب. الآن أضيف البهارات المشكلة ومعنا الملح فلفل الكمون وقلبهم مع بعض. الآن أسكب عليهم من المرق المحضر مسبقاً وأقلب قليلا، ومن ثم أيضا برضو هذا الشيء اختياري، ممكن أخذ من البطاط والجزر الذي عملتهم بالمرق أقطع عليهم أيضا، وأبدأ بتفتيت اللحم على سطح الخضروات. والآن أقوم بإضافة الحلبة المحضرة مسبقا لأني أحب الحلبة، ما أضفت فقط ما اكتفيت بملعقتين، ولكن حبيت أني أحط أكثر لأني من عشاق الحلبة. والآن صارت جاهزة والرشوش معانا بعد ما ارتاح العجينة ارتاحت، أفردها على صحن الفرن مباشرة بمساعدة السمن، أحاول أني أفرده بشكل متساوي، أحط المزيد من السمن وحبة البركة وأدخلهم الفرن. وهنا أصبح جاهز معانا الرشوش بعد خروجه من الفرن. قدمنا أطباق يمنية على مائدتنا للغداء. حضرنا مع بعض بهذا الفيديو الفحسة
اليمنية والرشوش بطريقة تختلف عن المحضرة مسبقا. معانا مندي الدجاج محضر مسبقا بفيديو على القناة، وأيضا الشفوت والمرق اليمني. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا على المتابعة.